ميسان، ضعف السمع هو العجز الحسي الأكثر شيوعاً بأغلبية المجتمعات، وعواقبه بتتمثل بعدم القدرة على تفسير أصوات الكلام، وتنتج في كثير من الأحيان انخفاض القدرة على التواصل والتأخير في اكتساب اللغة. لنتعرف أكثر ما هي الإعاقة السمعية وكيف يقاس نقص السمع. بصرنا نرحب بالأخصائية بالتربية الخاصة لينا صباحي. سعد صباحك لينا. صباحك ورد. صباح الخير لينا. صباح الخير إريج. لينا، خلينا بالبداية نتعرف شو هي الإعاقة السمعية. هلأ إعاقة سمعية، هلأ كلمة إعاقة هي أي شيء بيعيق الحياة، يعني هو عندنا هاي المشكلة ما عاد تخلي الإنسان يتواصل بشكل طبيعي مع المحيط اللي بيعيش فيه. هلأ مجرد ما أنت تقولي إعاقة سمعية أنت معناته قدام مشكلة، لأن هي كإعاقة هي مشكلة، المشكلة السمعية التي ممكن تحد من التواصل اللغوي مع الأفراد ومن التواصل الاجتماعي مع المحيط. كيف نقدر نحن نعرف نقص السمع أنه هو موجود عند الأشخاص؟ كيف يقاس يعني؟ كيف يقاس؟ هلأ قبل ما كيف يقاس، أنه أنت بدك تمر بمراحل، بدك تمر بمراحل لحتى تعرفي انه هذا الطفل انه عنده نقص سمع. هي مراحل بدائيه اول شيء. نحن عندنا بالتطور النطقي او اللغوي عنده الطفل بيمر بمراحل، خلينا نقول مناغات الى مراحل، بعدين بتوصلي لست شهور بتعملي مناغاه قصديه، بعدها ممكن لازم يبلش يطلع كلمه اولى وكلمه ثانيه وكلمه جمله. طفل نقص السمع بتلاقي عنده انخفاض باللفظ، انخفاض بالمناغاه، هو بيناغي بتوصل لعمر 6 سنين بناغي، لأن المناغة هي مو الضرورة منها الكلام بل هي مداعبة للحبال الصوتية. فحتى نقص السمع بناغه، فالأهل ما بينتبهوا لا إنه أنا البيبي تبعي ناغة، إنه بعمر 6 شهور قال لي بابا ماما، بيفكروا كلمة بابا ماما هي كلام، هي غير مو كلام، هي أحرف انفجارية با ما أنفية، فبيصير بيلعب على الأوتار، فبيستمتع الطفل بهذا الشيء، بس بعدها ما عاد بيشوف إنه هو عم يسمع الأصوات ليرجع يكررها. هلا نقص السمع قبل ما تعرفي كيف قياسه، هو نقص السمع انواع. عندك نقص سمع على الهوائي، نقص سمع على الحس العصبي يعني توصيلي، ممكن يكون عندك نقص سمع سببه المجرى الهوائي بالاذن، يعني الاصوات لما نحن آلية السمع الاصوات بتفوت على الاذن بتروح على عضيمات السمع، عضيمات السمع بتتحرك، بتحرك القناه البيضيه، بيتحرك السائل، بيروح على عضو كورتي، تترجم بموجات دماغيه بالدماغ، وبصير عندنا كلام بعد انه بنسمع وبنحكي. الطفل اللي عنده نقص سمع المجرى الهوائي بيكون عنده مشكله بدخول الصوت الى اللي يوصل للدماغ يتترجم، وممكن كمان يكون على المستوى العظمي الحس العصبي يعني بعد الاذن الوسطى. النقص السمع التوصيلي هو نقص سمع بيكون بالأذن الخارجية والوسطى، تمام؟ بعدها ببلش الحس العصبي. فأنت بدك تعرفي الأم بدها تنتبه حدد المشكلة، يعني بالبداية بدك تحددي المشكلة. دائما حطوا قاعدة إنه موضوع تأخر النطق أول معايير اختبارات النطق، هي إنه نحن بنقيس أول شيء إنه فحص إذن الطفل، إنه ما في شيء بيقول إنه أنا ابني بيسمع منيح، ما في أخصائي نطق فيبلش بموضوع التأهيل السمعي رح أحكي عنه لحتى هو يكون متأكد 100% إنه السمع طبيعي ما عندنا مشكلة بالسمع، يعني مشان نروح إنه هي مشكلة لغوية ولا مشكلة نطقية ولا. بس أول شيء بدك تلغي إنه السمع ما في شيء. الأم لازم بالسنة الأولى بعمر 10 شهور أو 12 شهر الطفل بيعطي كلمات، كلمة على الأقل، مو بابا وماما. جماعة بابا وماما هذا شيء طبيعي الكل بيقوله، تمام؟ بدك تعطي طبعا كمان في قاعدة شواذ إنه بيقول لك لا في طفل تأخر بالنطق، في بعضها لكل قاعدة شواذ إنه في أطفال بتأخر بالنطق ما بيكون لا عنده نقص سمع ولا عنده مشاكل تانية، بس قليل يعني هاي غير لا تعمم القاعدة يعني. بس في بعض الأحيان الأهل يمكن ما بيخطر على بالهم أنه الطفل عنده نقص سمع لعدم أخذه لعند الدكتور ودايما فحصه بشكل مستمر ليتأكدوا إذا عم ينمو بشكل صحيح أو لا، بيفكروا أنه تأخر النطق عند الطفل. هلأ بدك تعرفي شيء، أنه الأم نحن وصلنا بعمر أنه صرنا نعرف أنه في أمراض وفي أدوية تحرض الإعاقات أو التشوهات الخلقية. مثلا الحصبة الألمانية، إصابة الأم بالحصبة الألمانية بالحمل هو سبب رئيسي لإصابة الطفل بنقص السمع. ثاني شيء نقص السمع هو له حيز وراثي، يعني إذا بيكون عندنا نقص سمع بالعائلة وراثي
للأسف في إمكانية، ما حأحكي بنسب مشان تكون دقيقة لأنه كل سنة في إحصائيات جديدة عن موضوع الوراثة، فالأم بدها تعرف إنه نحن مثلا أنا خاله أو عمه أو أخته اللي قبله إنه عنده نقص سمع، معناته إنه مؤهل الطفل يكون نقص سمع. هلأ في شيء اسمه فحص السمع الدوري، انك انت بتعملي فحص سمع. هلا في منظمات هون كتير او جمعيات بتعمل فحص سمعي من عمر 6 شهور. تمام. فالاهل لازم دائما يراجعوا موضوع نقص السمع، لانه اللغه هي اساس وسيله للتواصل. نعم. تمام. لا يتلحق. طب لينا كيف يقاس السمع او باي عمر؟ يعني بالاعمار اللي ما لازم انه نحن نتجاوزها بهذا الوقت. ايه تمام. هلا لك مجرد في اهل انه عندهم هي تبع انا ابني ما في شيء كذا، بيعملوا دائما تحاليل متكررة. تمام. الأم إذا تعطيت أدوية بفترة الحمل تاخده على طبيب أطفال، طبيب الأطفال بيحول لطبيب أذنية، طبيب الأذنية بيعمل الإجراءات. هلا أنواع نقص أنواع قياس السمع، أول شيء عندك البيور، النغمة الصافية، بيور تونز. النغمة الصافية هي بتقيس، أنت وحدة قياس السمع هي الديسبل، يعني نحن يعني اقل شيء على 90 ديسبل. يعني لازم يعني في 90 ديسبل وبعدين بتطلعي بصير سمع طبيعي، بتنزلي بصير سمع طبيعي، يعني 90 80 70 هيك. فنحن قياس السمع على الديسبل. النغمه الصافيه بتقيسك على البون كوندكشن، اير كوندكشن، توصي على المجرى الهوائي والمجرى العظمي. موضوع قياس السمع بالنغمه الصافيه هي عباره عن سماعتين بتنحط على الاذن اليمين واليسار، وفي قطعه كمان تنحط على العظم الخشاء. هذا اسمه مستويد، عظم خشاء. هذا بيقيس السمع على المستوى العظمي. انت بتصيري بتعطي المريض نغمات وهو بيكون بغرفه عزل صوت وبيقول لك انه اوكي سمعت، او بيكبس على زر لما بيعطي صوت، فانت بتضلي بتنزلي 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 لحتى تشوفي شو اخر مستوى بالسمع. هي شو الاير كوندكشن وبون كوندكشن، هوائي وعظمي. ثاني شيء قياس الاذن الوسطى. الاذن الوسطى اذا تجمع فيها سائل بيعمل اعاقه سمعيه، الواكس والصملاخ هاي القطع ممكن كمان تسد مجرى السمع، بصير انه اي حدا كبير او صغير انه ما يسمع. بس لارجع للمقياس الاول، المقياس الاول هو انا كحدا انه بحبه بعد 8 سنين، لانه قبل ما بتاخدي منه نتيجه مضمونه. طفل ما حيستوعب انه انا بس اسمع صوت اعطيكي اشاره. فبنرجع لقياس سمع ثالث حاحكي لك عنه. الاذن الوسطى بنقيسها بالمعوقه السمعيه، هي عباره عن قياس المنعكسات والضغط السلبي داخل الاذن الوسطى، بيعطيكي انه اذا في عنا شيء بيطلع لك هو على شكل هرمي، انسحاب سي واي وبي. كمان انه اخصائي السمع السمعيات، اخصائي النطق ممكن يقدر يقراه، واخصائي الاذنيه اكيد هو يعني صاحب هذا الشيء. نوع الثالث في نوع ثالث للفيلم؟ النوع الثالث هو جذع الدماغ. العصب، خلينا التعصيب، مو يعني التعصيب العصبي، تعصيب العصب، العصب اللي بيغذي خلينا نقول السمع هو العصب الثامن. فبيقيسوا شو مدى فعالية العصب الثامن، هل هو الطفل عم يسمع عم يستجيب. هي بتكون عند الأطفال، يتعرض الطفل يا بيكون نايم يا يخدر لحتى نقيس الموجة مشان تاخدي نتيجة دقيقة. هي بيستخدموها على الأطفال الصغار للكل. للأطفال الصغار للكبار كمان ممكن. أو مثلا اللي بده ما يقدم امتحان أو شيء ويزغلل شوي، فبيضطر إنه مثلا في بعضهم لا بيقولوا لا انا ما عم بسمع، بس هو بيكون بيسمع لاسباب ثانيه. فهذا بيكون لينا. خلينا شوي ننتقل بشكل سريع لطريقه العلاج، شو هي انسب علاج للاعاقه السمعيه وباي عمر بتكون؟ هلا انت اول شيء في عنا شيء اسمه التاهيل السمعي، وهو هي شغله اخصائي النطق. لما بيكتشف انه الطفل عنده اعاقه سمعيه بده يروح على مؤهل نطق بده يعلمه على الاصوات. اذا الطفل ما عنده سمع خالص بنحط له اول شيء سماعات على حسب الجهاز السمعي اللي قاس فيه النغمه الصافيه او جذع الدماغ، فبنعرف نحن شو الاصوات الطفل ما بيسمع فيها. كل صوت له تردد معين، يعني تا كا على تردد. في شيء اسمه موزه كلاميه بتنحط على جهاز قياس السمع وبنعرف شو الاصوات اللي ما بيسمع. انت ما بتسمعي كل الاصوات بتواتر واحد، ممكن اذا لا سمح الله عندك نقص سمع صغير بتسمعي على تواترات منخفضه، السين ما بتسمعيها، الطاء ما بتسمعيها. بيروح على اخصائي النطق اول شيء اذا كان عنده صمم كامل ومؤهل لزراعه الحلزون. الحلزون هو شيء بنحط بالاذن الداخليه، هو شيء بيخرب الاذن، بس هذا لما بيكون هوبلس ما في امل انه يحكي او يتعلم تاهيل سمعي، او ما بده يتعلم لغه اشاره ممكن ينزرع له حلزون. بنعلم اصوات بيئيه، طبل،
الشارع الزمور، بعدين بتنتقلي لأصوات الكلامية، بعدين بتنتقلي للمفردات، بعدين للأفعال، بعدين للجمل. عملية التأهيل السمعي عملية طويلة شوي بس إلى نتائج. في بعض أطفال ما بتقفريهم يعني على حسب نقص درجة السمع كمان. بعدها إذا الطفل 8 شهور أو 6 شهور مستفاد من التأهيل السمعي ما عم يتجاوب معك وبيكون عنا حسي عصبي عميق أو كثير على 90 ديسبل أو 80 ديسبل للأسف يحول للحلزون، لزراعة الحلزون. عملية زراعة الحلزون بتتم عند أخصائي جراحة أذنية، بعدها يحول لأخصائي نطق. أخصائي النطق بيبدأ معه من الصفر بأصوات بيئية كذا أصوات. يعني السماعة هي الحل مع التأهيل النطقي. هي بالبداية ما مش الحال بينتقلوا للحلزون. بس ما كلهم على حسب نقص درجة السمع. يعني إذا متوسط أوكي، إذا حطيتي له سماعة بيصير على خفيف. يعني ما في تأهيل بلا سمعي بلا السماعة. لا. تمام. لا ما في. هي مضخم للصوت، هي منقي للصوت، مخفف للضجة. إيه. بس في بعضهم بيزعلوا من منظرة بعضهم هيك. فهي أنواع كتيرة خلف الأذن وداخل الأذن. هي هذا موضوع كتير كبير، موضوع السماعات. يعني بالنهاية لازم على الأهل دايما يكون في فحص متكرر لنمو طفلهم خاصة حتى يتأكدوا. لما بيكون عنا فاميليان شيء وراثي، لما بيكون عنا أمراض ترافق الأم بفترة الحمل. وإذا أي شيء حسوا فيه الأهل لازم دايما يتوجهوا لأخصائيين بهالموضوع. تمام. حركة العين، إنه الطفل ما عم يسمع عنا حركات الطفل بيعمل هيك لما أمه بتفوت. وهيك يعني إيه بتنتبه الأم. أكيد دالينا بدنا نشكرك كتير لوجودك معنا اليوم وعلى هالمعلومات اللي أعطيتينا إياها. ودايما بالنهاية المرجع للأهل لازم كتير يضلوا منتبهين لحركات ولادهم أكيد لحتى ما ينصابوا بأي إعاقة بالمستقبل. شكرا لك لينا وللمعلومات اللي أعطيتينا إياها، وإن شاء الله نلتقي بحلقة مقبلة.